وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء. لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا. وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلا. عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. وكوف مع المكي بالضاء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملا. وذو النقط شين للكساء وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. صحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام سما في نافع وفتى العلا. ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبي نفر حلا. وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافعهم على. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا. وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا. وآخيت بين النون والياء وفتحهن وكسر وبين النصب والخفض منزلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأماني تيملا ووجه التهاني فهنه متقبلا. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطلا. أمين وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا. وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا.
وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا وعش سالما صدرا وعن غيبة فغيب تحضر حضار القدس أن قام غسلا وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا.